شركة مياه الشرب والصرف الصحي أعلنت عن قطع المياه يوم الأربعاء الساعة 10 الصبح عن 22 منطقة بمحافظة الجيزة. ليه بنقول للناس الكلام ده النهاردة؟ لأنه الحقيقة البيان ده بيان مهم، وحبينا إن احنا نقول لكل المواطنين في هذه المناطق هيتقطع المياه لمدة 24 ساعة من الأربعاء 10 الصبح للخميس 10 الصبح. معانا على الهاتف أستاذ محي الصرفي المتحدث باسم الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي. أستاذ محي مساء الخير، بنشكركم طبعا على البيان، وأرجو أنك تقول لنا أولا إيه سبب القطع. مساء الخير أستاذ نميس. طبعا سبب القطع، احنا في مشروع قومي هو مترو الأنفاق اللي بيتعمل دلوقتي في الجيزة، في خط رئيسي خط 1000 ملي من خط تاني رئيسي 1200 ملي اللي هو بيغذي المناطق ال 22 منطقة دول في شارع وادي النيل، ده بيتعارض مع المسار بتاع مترو الأنفاق. فبناء على طلبهم احنا هنقطع المياه ان شاء الله من الساعة 10 يوم الاربعاء الصبحية ل 10 تاني يوم 24 ساعة عن مناطق الوراق بالكامل وجزيرة محمد وامبابة بالكامل، القومية العربية وشارع السودان ابتداء من الكتكات حتى شارع ثروت في الدقي، العجوزة. لا ثواني بقى، الدقي كلها يا فندم؟ ايوه يا فندم، الدقي كلها. والعجوزة. والعجوزة. والمهندسين. والمهندسين، يعني جامعة الدول العربية، سوريا، بالزبط. شهاب، كل المنطقة دي. الصحفيين. الصحفيين. ميت عقبة. ميت عقبة، بشتيل. بشتيل، المنيرة الشرقية والغربية، وأول فيصل، والعشرين، وحسن محمد، والمطبعة، وترعة عبد العال واحد واثنين، والمشابك، وبولاء الدكرور، وارض اللواء، وصفه اللبن، وكفره هرمز يا فندم. طيب ده يعني معلومه مهمه جدا دي، 24 ساعه بس يا فندم؟ 24 ساعه، وان شاء الله ممكن تكون اقل من كده. احنا بنحاول ان احنا في اقصى ما نستطيع ان احنا نقلل عدد الساعات. حضرتك احنا مشغلين 15 عربيه ميه من الجيزه، وسيتم دفع بعض العربيات من مياه القاهره، وده ان احنا بنحاول في اي مشكله او في حدث مهم في اي محافظه بتبقى المحافظه اللي جنبيها على طول بتساعد بمعداتها، فاحنا هندخل العربيات تاني من ميه القاهره تساعد في الجيزه. حضرتك هتبقى المياه متواجده، واهم حاجه عندنا هي المستشفيات، المخابز، وببعض المناطق اللي هي في بشتيل او صفه اللبن او ترعه عبد العال بالذات واحد واثنين، الاماكن دي كلها هنودي فيها العربيات الميه. اما في مناطق الثانيه ممكن بيحوشوا الميه اذا كان في بانيو، اذا كان في بعض جراكن، فاحنا بنعتذر لاهالينا في المناطق اللي احنا قلنا اساميها ديت، على اساس ده مشروع قومي للبلد كلها. اذا خلينا نعيد الاماكن يا جماعه تاني لكل مشاهدينا: مناطق الوراق بالكامل، جزيره محمد، امبابه بالكامل، القوميه العربيه، شارع السودان ابتداء من الكتكات حتى شارع ثروت، الدقي، كل الدقي، يعني خلينا واضحين، كل الدقي بقى، مصدق بقى، كل اللي عند نادي الصيد، كل منطقه الدقي، العجوزه، المهندسين، الصحفيين، ميت عقبة، بشتيل، المنيرة الشرقية والغربية، أول فيصل، العشرين، حسن محمد، المطبعة، ترعة عبد العال واحد واثنين، المشابك، بولاء الدكرور، أرض اللواء، صفة اللبن، وكفرة هرمز. كل دول هتقطع عنهم المية من يوم الأربعاء الساعة 10 الصبح ليوم الخميس 10 الصبح، وإن شاء الله يكون أقل من كده. بشكرك يا أستاذ محي طبعا ليه علشان مترو الأنفاق وما يتم من يعني إصلاحات بخصوصه. بشكرك أستاذ محي الصرفي متحدث باسم الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي. كلنا بقى نعمل حسابنا بقى جراكن، أزايز، يعني نتصرف بقى ونحضر نفسنا في هذا الأمر.